رياضة الفنون القتالية المختلطة أو MMA كما تعرف اختصارا هي من بين أقدم الرياضات في العالم، وتعود جذورها إلى عصر الإغريق والرومان. تجمع هذه الرياضة عديد الفنون القتالية أبرزها الكاراتي، الجيدو، التايكواندو والملاكمة، غير أن هذه الرياضة جديدة المولد في الجزائر بدليل إنشاء أول مدرسة مؤخرا من طرف السيد عمر مريجا الذي يعد بطلا جزائريا وإفريقيا في رياضة الجيدو. سفره لعديد دول العالم واحتكاكه بمدربين لرياضة الفنون القتالية المختلطة جعله يفكر في تأسيس مدرسة لتلقين الشباب تقنياتها ومبادئها. كي حبس الكارير تاعي وترك اثليت اون 2008 جون سيرو كونفيرتي لهاد الرياضة، عملت شوية كاع الرياضات جيجيتسو، البوكس، الكيك بوكسينغ. احنا نديرو بليزيور ديسيبلين كيما زعما ميكسد مارسيال ارت، تسمى الرياضات القتالية مخلطة. تسمى كنديرو كيك بوكسينغ، لا لوت، جودو. تبدو هذه الرياضة للعيان على أنها رياضة تعتمد على العنف وقد تكون مناسبة للجنس الخشن، إلى أن خديجة كسرت هذه القاعدة واقتحمت مجال رياضة الفنون القتالية المختلطة مفضلة إياها عن عديد الرياضات الأخرى. عرفوني لما معي عجبتني بزاف باسكو نجمس يعني نحس روحي حريه اكثر. عندنا بزاف تكنيك في هاد الامامي، يعني بالمقارنه برياضات اخرى امامي انت حر فيها تعمل اي تكنيك تاعك كي يكون في التمرين. هي مش عنيفه في التمرين، هي حركات نأديها مع الزملاء تاعنا مش طريقه عنيفه، فيها لا ميتريز تتعلم الحركة ومن بعد تعاودها حتى تفهمها، حتى الكور تاعك يكون حافظها والمونتال يكون حافظها تدخل في لا ميتريز. هذوك هاد الرياضة ما تقدرش تقول عنيفة، يقول عنيفة اللي هو على برا، اللي ما يشوفها على برا ماهوش يمارسها، بصح لو كان يمارسها خاش فيها قوانين وفيها تدريبات كبيرة باش الإنسان يقدر يحمل ويحكم ويدافع على روحه. في ظل غياب فيدرالية خاصة برياضة الفنون القتالية المختلطة بالجزائر، تبقى هذه الرياضة تفتقد للتنظيم وحتى التأطير لمدربين جدد. احنا دوك نستناو ان شاء الله كما قلت لكم قبل تكون عندنا فيدراسيون اللي باش تكون يكون بلانينغ كونتاكسيون يعاودوا ينافسوا في كيما نقول حنا ريجيونال ناسيونال ومن بعد يروح انترناسيونال. سويت بول نلعب به فوالا لي ديبلاسمون. الهدف تاع هاد تاع واش انا نديرو دوكا، الهدف تاعنا هو ان ناسسو اتحاديه فيدراليه لهاد الامامي، خاطش رانا تابعين الرياضات القتاليه الفنون القتاليه ولكنها رابطه صغيره ما تبانش كاع، ما عندنا مدخول، ما عندنا شغل كلمه
باش نقدروا نديروا شغل بطوله وطنيه ولا بطوله عربيه. تقدر ديري اون باز باغ اكزومبل في الجودو مع كيما يكون عندك اكسبير كيما عمر وكذا، ولازم يجيبوا لنا دي اكسبير وين يدير لنا كاع لي تروا ديسيبلين هذوما يديروا لنا عليهم تكوين هكذا باش حنا نقدروا نافونسيو. كونوا حنا مكونين مليح نقدروا نكونوا شباب. عمر بيريجا صاحب قاعة ممارسة رياضة الفنون القتالية المختلطة بالجزائر فتح الأبواب للشباب لاكتشاف رياضة حلبتها قفص والخروج منه لن يكون إلا للأقوى. درنا إنجازات على كل حال، تقدر تقول إنجازات. بطل الجزائر عدة مرات في كأس الجزائر ثاني وتحصلت عليها هاد السنة، وفي شامبيون دانجيري بلوزير فوا وتحصلت العام اللي فات العام الماضي يعني في شامبيون دارب في رياضة الصندا كونغ فو وشو، وهذا العام إن شاء الله وفقنا يا ربي بفضل المجهودات على المدربين ونشكروا الشيخ عمر ميريجا الحق شغل القاعة هادية ديفلوبات معاه، وهو ثاني عرف وعلمنا كان عفايس الصور حنا ما كناش نعرفوهم في لاليت في جيدو كان يورينا بزاف دي تكنيك عاوننا حنا شغل الرياضة هادية عاونتنا ورانا بريباري ان شاء الله باش نروحو انترناسيونال باسكو رياضة الأمامي رياضة الفنون القتالية المختلطة اللي تتمارس داخل القفص هذا تاع النزال ماشي رينغ كيما البوكس لا هو قفص على كل حال فيها شارم. مسافة الميل تبدأ بخطوة ومن هذه القاعة رسمت أولى خطوات النجاح وسار هؤلاء الشباب على درب الإرادة والطموح للتعريف بهذه الرياضة التي ما تزال محدودة الانتشار في الجزائر مقارنة بدول العالم.